خلينا نروح لدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية. مساء الخير دكتور أمجد. مساء الخير يا فندم، وتحياتي لسيادتك والساده المشاهدين. منظمة الصحة العالمية هتعمل ايه لو امريكا وقفت حصتها السنوية ل 35%؟ هو الحقيقة مدير عام منظمة الصحة العالمية امس كان له مؤتمر صحفي واعلن ان احنا بندرس تأثير ده على خطط ومشاريع منظمة الصحة العالمية. الحقيقة منظمة الصحة العالمية كما اشار هو في المؤتمر ما بتشارش فقط في مرض كوفيد وجائحة كوفيد، ولكن هي بتعمل لدعم الكثير كل دول العالم تقريبا في مختلف التخصصات لمجابهة أمراض عديدة، كوفيد أحدها أو أحدثها، لكن عندنا الكوليرا اللي اجتاحت عدد كبير من الدول، الإيبولا، شلل الأطفال، السل، غيرها من الأمراض منظمة الصحة العالمية بتتابعها، ضعف المناعة، مرض ضعف المناعة، التغذية، كل هذه الأمور الصحية الهامة منظمة الصحة العالمية بتقوم بيها وبتساعد دول كثيرة في أكثر احتياجا لدعم من منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية بتدرس الآن تأثير هذا القرار اللي نتمنى طبعا انه ما يستمرش مدة طويلة، لكن بنشوف تأثيره قد ايه، بالإضافة انه بالطبع في جهات أخرى من المتعاونين والمانحين لمنظمة الصحة العالمية اللي بنحاول من خلالهم تغطية الاحتياجات. بس عفوا دكتور أمجد، في اتهام مباشر من ترامب لمنظمة الصحة العالمية انها تواطأت مع الصين وغطت عليها في موضوع فيروس كورونا. هو الحقيقة يعني ده كلام مفيش دليل علمي ذكره منظمة الصحة العالمية منذ البداية، وهي بتتعامل بالموضوع بشفافية تامة. قرارات منظمة الصحة العالمية دايما مبنية في الأدلة. طبعا محدش يقدر ينكر انه قد تكون بعض الاخطاء، ولكن هناك فرق ما بين الاخطاء الناتجة عن عدم توافر معلومة في وقت ما وعن تواطؤ تام مع دولة ما. منظمة الصحة العالمية في اتخاذها لقرار انه هذا امر يمثل طارئة صحية عمومية تثير قلق عالمي، استعانت بمجموعة من الخبراء على مستوى العالم منهم خبراء امريكيين وغيرين من جميع دول العالم لمناقشة الوضع، ومن خلاله تم تأجيل هذا القرار فترة ثم اتخاذه بعد ذلك بناء على استشاراتهم، بناء على الوضع تم إعلانه جائحة دولية. ننصح من اليوم الأول وهي بتعلن التوصيات اللي ما اتغيرتش حتى الآن بشكل كبير، نفس التوصيات اللي بنوصي بيها من غسيل الأيدي، آداب الصعاد، التباعد البدني. دكتور أمجد، عندك تفسير كاستشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية ليه الفيروس منتشر بقوة كبيرة في الدول المتقدمة أوروبا وأمريكا ومتراجع ولله الحمد في الدول الغلبانة اللي على قدها في أفريقيا؟ لا، والحقيقة في أكثر من تفسير. التفسير الأولاني الأكثر علمية هي حرية السفر. احنا شفنا انه اجراءات منع السفر او الاجراءات الاعتراضيه اللي بتقوم بيها منطقتنا العربيه ومصر طبعا من ضمنهم كانت سابقه الى حد كبير، قللت من إمكانية وفود مرضى إليها. نعلم جيدا أنه القارة الأوروبية تعتبر دولة واحدة، الانتقال بينها بشكل سهل جدا، وبالتالي وجود بؤرة في أي دولة أوروبية هو يمثل بؤرة في أوروبا كلها وانتشرت من هذا الأساس. في طبعا بعض التكهنات اللي حتى الآن لم تثبت فعاليتها، درجة الحرارة المرتفعة إلى حد ما لدينا، قد يكون هناك بعض المناعة لدينا بسبب تعرضنا لأمراض أخرى أزالت من المناعة. الحقيقة ما فيش سبب علمي محدد غير أنه في الإجراءات، وده اعترفت به عدد من الدول الأوروبية أن الإجراءات اللي اتخذتها كانت متأخرة بعض الشيء مقارنة حتى بالدول الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا اللي استطاعت أنها تطبق كثير من الإجراءات الحرارية. دكتور أمجد الخولي، لما أقرأ في بعض وسائل الإعلام أن خلال أسبوعين هنلاقي ماسك والكلام ده وهينزل الأسواق، الكلام ده أنت تقبله بشكل علمي ولا ده بنسميه باللغة المصريين هبد يعني؟ ده طبعا ده أحلام، يعني نتمنى طبعا أنه يظهر غدا أو بعد غد، لكن الماسك أو اللقاح معروف أنه بيحتاج فترة زمنية طويلة للتجربة قد تمتد إلى عام، حتى ممكن أكثر من عام. طيب إحنا الليلة دي، لأن ده سؤال الناس، مستمرة معنا قد إيه؟ يعني هنقعد في بيوتنا كده كم أسبوع كم شهر عشان برضو الناس تبقى عارفة رأسها من رجليها؟
لا نفرق ما بين استمرار المرض وده غالبا هو مستمر معانا فتره وقعدنا في البيت. الهدف من القعاد في البيت هو التباعد البدني، هو تسطيح المنحنى، تقليل انتقال المرض. مجرد ما وصلنا لمرحله ما من ان انتشار المرض ضعيف ممكن الامور ترجع بعد كده الى نصابها، لكن الفيروس والمرض هو مستمر معانا فتره، قد يقل في موجه ثم يزداد في موجه اخرى، ولكن هو مستمر لفتره زمنيه عده اشهر على الاقل الى ان يصل، يعني لن نعود الى حالنا الاولاني اللي هو قبل الكورونا قبل نهايه هذا العام مثلا. لا طبعا صعب جدا، لكن قد ترجع بعض الامور الى نصابها، قد تعود بعض الرحلات الجويه، قد يعود بعض الناس، لكن لن تعود الامور كما كانت بسرعه يعني. لا 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 مش متوقع خلال الفترة الحالية عدة شهور قادمة. شكرا جزيلا دكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية. الكلام يا اخوانا بس يا ريت نركز فيه في كم جملة تهمني. الجملة الأولى، أي حد يقول لك ده المصل خلال أسبوعين ثلاثة شهر، ده بلغتنا هبد، ما فيش حاجة اسمها كده. ده كده دخلنا بقى في موضوع تاني يعني.